أنا اليوم جبت لكم واحد إنسان طيب بزاف وناس ملاح وصاحبي وحبيبي اللي إن شاء الله تكونوا تعرفوه، يعني اسمه سامي دريفة ويدير فيديوهات في اليوتيوب، يمشي ليبي يعني يمشي من دولة لدولة. آخر دولة كان فيها اللي هي موريتانيا، أو يحكي لكم شوية على الإكسبيريونس تاعه هنا في الطرق، كيفاش جا وش دار وش ما دارش. هاو معاكم مي. السلام عليكم خاوتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. الحاجه الاولى كما كان يقول لكم رشيد وديمي ويقول لكم كامل يوتيوبر ادعموه، بارطاجيو الفيديو ولا بارطاجيو اللايفات بين الناس، يعني تقدر توصل لهذا الشيء وتنتفع من الفيديوهات هذا. والله يا خاوتي انا وصلت البارح تركيا، وهذه لي اول مره، وقبلها كنت في موريتانيا دومونديت فيزا من ثم فيزا تركيا من موريتانيا. صراحة جيت والله تفاجأت، ما نكذبش عليكم، رغم انه زرت من قبل دول يعني كذا، بصح تركيا الله يبارك خدموها يعني، ما نكذبش عليكم، مخدومة البنية التحتية من كل شيء. جيت مع الخطوط المغربية، ما جيتش من الجزائر كما على بالكم، لي فول شوية من حالة معقدة في الجزائر وغاليين. جيت موريتانيا مع الخطوط المغربية، درنا اسكال في المغرب، وجيت كملنا هنا. استقبلني خويا رشيد كيف؟ انا كنت واحد ومازلت يعني مازلت واحد كيفكم. لقيت النيميرو تاعو، عيطت له خويا رشيد السلام عليكم، السلام واش راك هيك كيف؟ انا عطاوني فيزا 15 جور، قلت والله راني حاب نجي هذه ايامات، وقلت له بصح حاب انا ندير اقامه بان صراحكم يعني ما نكذبش عليكم. ما مسيتش الفيديو تاعو، هدرت معاه بالواتساب النيميرو اللي ديما يحطو. قال لي على سامي، قال لي والله انا شايف فيديو تاعك من قبل. قلت له سبحان الله اخويا، شوف المكتوب برك يعني كي يعني مكتوب يقلب لك الموند كامل قريه صغيره، والله غيقلب لك الموند كامل قريه صغيره. لا علينا، جيت استقبلني خويا خوتي صفات الجمع، استقبلني شوف لحقت المطار، قال لي واش من بيس تركب فيها، بالفطوات بالاتجاهات هاي كذا، هاي كذا تسلك حتى خرجت عنده في اقصى راي ستاسيون. استقبلني هو ثم، لقيته هو وصاحبه، داني للدار بيتني، هذه الحاجة الأولى. ماكلة خوتي ولا عشاني، والله يا ربي يحفظك يا رشيد، راك تمر التليفون. بس نقول لكم إنسان طيب، وأنا عندي إكسبيريونس صغيرة في اليوتيوب، أنا ما عشت الفيديو تاعو الأول عرفته إنسان ثقة، عرفته بالإنسان يحب الخير للناس، طاش مو جايب هيك مقطع تاع حاب واحد ينصب عليك، هو بالعكس. أنا أصلا بري اللي عطاني اليوم ديجا ديمارينا في الاجراءات اقامه، انا وصلت البارح ديمارينا اليوم، لانه ما عطيني الا 15 جور، قلت انا بنزرب يعني نزرب ما خلص الاجراءات هذو. داني السيد اللي اعرفه هو واحد فلسطيني ما شاء الله، كي رشيد كي السيد هذاك، البري يعني عطيته 950 ليره، راهي ماهيش لاحقه 100 دولار. والسعر كما قال لكم رشيد من قبل، وعلى حساب واش عرفت انا، على حساب العمر، على حساب السن تاعك، يعني كل ما تكون كبير كل ما يطلع البري. واش نزيدكم؟ انسان ثقه والله يا خاوتي. شوف غمض عينيك ارقد بالنوم وعلى ضمانتي انا والله العظيم، يعني ربي يحفظك خويا رشيد. وصباح نزيدكم حاجه، كي رحنا ندفعوا دوسي تاع الاقامه السياحيه تاع عام هذه، لقينا الشيخ مع الفلسطيني هذاك، حتى هو انسان طيب يعني، بقى يحكي لنا، قالنا نهار ما جاو لتركيا جا في 2018، جا في 2018 مع العائلة تاعو وخاوته وامه، يعرف واحد سوري زعما هو اللي راح يخدم له التأشيرة هذه السياحية، على بالكم شحال طلب فيه؟ 450 دولار على كل واحد، هو 450 دولار، وخوه 450 دولار، واخته واقيلا 450 دولار، وامه 450 دولار، وهي كنت تشوف للصح ما تفوتش 100 دولار. يعني با تعرف برك بلي هنا النصب كاين بزاف في تركيا، با تعرفوا ديروا في حسابكم. مي واش انا طيحني ربي في ولد حلال ولد بلاد، ورانا مع بعضنا يعني في السكن اللي رانا جالسين فيه جزائريين، والله ما شاء الله ناس عسل يعني، صافي بليزير والله، صافي بليزير خويا رشيد، خيرك عظيم والله، خيرك عظيم من هذا المنبر، حبيت نشكرك بزاف. وقد دور لي كتاب اتكلم، انا كون نبدا نهضر نتكلم نبقى نتكلم راني ما نسكتش من غدوه الصباح، هذه هي. ربي يحفظك يعطيك الصحه سامي، ربي يحفظك اللي راك نورتنا. انا كيما نقولوا انا من لي فان تاعك قبل ما نتلاقاو، والله ديما يا خويا نتفرج فيك، والحمد لله اللي تلاقينا مع بعضنا خيوه. الله يسلمك ان شاء
ها هو الرسامي. انا مع بعض انا انا في شارع الاستقلال. ناس ما شاء الله، ناس بزاف. انا المونت كامل يعني. واني من بعد نخليكم من الرابط تاع القناه تاعو خاوتي اللي مازال ما دارلوش متابعه، يدير له متابعه لسامي باش تتعرفوا عليه، ويدير يعني فيديوهات ثانيه، يدير فيديوهات ما شاء الله. يعني اولا انا كيما بعث لي هو الميساج تاعو ديريكتومون عرفته ديريكت بلي هو، سيرتو كي قربت دخلت للفوتو لقيت بلي هو، حبيت يعني كيما نقولوا نعاونه. يعني هذه مش حاجة كبيرة، هذه حاجة لازم واحد يعاون خوه، فهمتوني يا خوتي؟ لازم هنايا يحاول الإنسان ينصح الناس، يوري لهم، يفهمهم، ماذا بهم كيما نقولوا حنايا يعاونهم. يعني ما يكونش واحد يبروفيتي ولا حاجة، يشوفوا غير في الدراهم. الدراهم مش هما كلش. أنا كي تربح صداقة تاع إنسان ديجا بوكو، يعني صافي بليزير. أنا كي نعرف واحد كيما هذايا الصحة والعافية والحمد لله يا ربي. نورمال مورا فهمكم، قال لكم مش كاين وش ما كانش. يعني الحمد لله خوتي، اي انسان يحب حاجه والله في تركيا مرحبا به. احنا لوبجيكتيف تاعنا مش المال هو الاول، لوبجيكتيف تاعنا انا نوقفوا مع ناس نعاونوهم، نتهلاو فيهم، نقدموا لهم خدمات باقل الاسعار كما نقولوا، ويكونوا هما مرتاحين. وهذه هي، هذا هو الهدف منها. والحمد لله على كل حال. ودوكا اللي عنده سؤال والله مرحبا نقدر نجاوبه مادام رانا دايرين لايف. فيزا بيان سور، فيزا تاع الاخر، فيزا تاع واش يسموها تاع 3 سنين كاينه، ولكن ما تقدرش تدير بها الاقامه كي تجي للترك، يعني فيها صعوبات شويه. جو بريفير انا كدير سياحيه سامبل سينجل اونتري، يعني دخول واحد ومن بعد دير بها الاقامه لهنايا وتولي وتروح وتجي عادي كاع. يا خويا هنايا في تركيا على كل حال يعني ما جمعيات ما كانش بزاف، كاين كل شيء بالدراهم هنايا. الانستغرام تاعي راني من بعد نخليه لكم في الصندوق الوصف مع القناه تاع خويا سامي اللي يحب المغامرات والسياحه ويعشق السياحه، يدخل القناه تاعو يتفرج فيها. يعني قناه ما شاء الله انا من قبل ديجا كنت نتفرج فيها، كتعجبني بزاف. بيان سور بيان سور تقدر تدفع فيزا سياحيه في ذا الوقت، لان الفيزا السياحيه في ذا الوقت راهي ديسبونيبل، يعني ديسبونيبل تقدر عادي.